بداية دكتور، احنا لما نتكلم عن الدول الهندي اليوم اللي هو دول كولد اوت اللي دخل الى العراق، ولربما حسب تصريحات وزارة الصحة الأخيرة انه غير مسجل عندها، لكن حسب الاختبارات الدولية اللي تقول انه هو موجود في العراق، فشنو حقيقة هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. نعم كما تفضلت، وفي بيان رسمي وزارة الصحة أكدت ان هذا العلاج غير مسجل. فإذا وجد في اي مكان فمعناته انه مهرب، لم يدخل بطريقة قانونية الى العراق. طيب وإذا كان من خلالكم خلال وسائل الإعلام أي مواطن أو أي مواطن يرصد وجود مثل هذا العلاج أو غيره من الأدوية غير المسجلة المهربة، نرجو الإبلاغ بشكل مباشر في الوقت الحالي فرق الرقابة بشكل يومي تتابع مثل هذه الحالات، ليس فقط هذا العلاج. بالمناسبة احنا قبل أيام مما يعني ضج على هذا العلاج أيضا كان توضيح من وزارة الصحة، وقبل أشهر حول نفس المكون اللي فيه مشكلة بهذا العلاج أيضا كان توضيح رسمي وواضح من وزارة الصحة حول هذا الموضوع. طيب دكتور، اليوم يعني نفترض انه صارت عملية تهريب وادخال ادوية غير مطابقة للشروط الصحية الى بعض الصيدليات في العراق، زين هل يعقل انه اكو بعض الصيدليات تقدر تاخذ الدواء وتبيعه من دون رخصة من وزارة الصحة؟ موضوع تهريب الادوية موجود بكل بلدان العالم. نعم، دائما اكو نسبة من ضعاف النفوس اللي يهرب العلاج او حتى يصنعه داخل البلد. ما دور الجهات الرقابية وزارة الصحة في التفتيش والنقابات وطبعا الجهات الأمنية، لأن هذا تهديد لأمن البلد. طيب، فمثل هذه الحالات تحدث في العراق وغير العراق، وطبعا الإجراءات العقابية حسب نوع وحجم المخالفة ما بين الغلق المؤقت إلى الغلق الدائم، الغرامة بعض الحالات ترفع للقضاء. أنا في الوقت الحالي لحد الآن أؤكد أن وزارة الصحة تتابع مثل هذه الحالات، ليس فقط هذا المكون أو هذا العلاج. نعم، اي علاج غير مسجل بشكل رسمي لدى الجهات المختصه في وزاره الصحه يعتبر تداوله وبيعه او شراء او تناوله، يعتبر مخالف الصارخ القانوني. طيب دكتور سيف، اكو قضيه اليوم جدا مهمه وهوايه من الناس خايفين من عدها، وهو انه الطريقه المحتوى فيه هذا الدواء واللي هو من ماده غاليكول الاثيلين، هل صحيح انه هذا الدواء يحتوي على مواد سامه وقد توصل يعني ربما المتعاطي الطفل الى الوفاه؟ إحدى مكونات هذا العلاج اللي تفضل فيه بنسبة معينة قد تؤدي إلى آثار سمية، وهذا رأي المختصين. طيب، لم تثبت عندنا لحد الآن أي حالة تسمم وفضلاً عن وجود حالات وفاة كما أشير. نعم، لحد الآن ما سجلت عندنا أي حالة تسمم بهذا المكون أو غيره، وإذا ثبتت فهذا يكون من خلال الجهات المعنية في دائرة الطب العادي ومختبر السموم. طيب دكتور سيف، ايضا اكو بعض الاطباء يقولون انه هذا الدواء كان عندنا موجود قديم واللي هو كولد اوت الخاص يعني ربما الانفلونزا يعطى للاطفال، لكن المشكله صارت انه الشركه الهنديه اللي اصدرت هذا الدواء من جديد هي هنا صارت المشكله، انه في كميات زائده لربما قد تؤدي الى حاله الوفاه، وحصلت في غامبيا واوزبكستان طبعا قبل سنه. بالنسبه للعراق هذا العلاج غير مسجل، قد يكون تحت اسم آخر أو نفس المسمى، تعرف توجد أسماء علمية وأسماء تجارية. نعم، هذا موضوع آخر. طيب، لكن هذا العلاج محل حديثنا محل اتصالك هو غير مسجل في وزارة الصحة العراقية، إذا تداوله يعتبر مخالفة وتهريب. طيب في حال مثلا سجلت حالات وفاة أو لربما في حال وجدت بعض الصيدليات اللي تبيع هذه لهذا الدواء، شنو الإجراءات اللي ممكن تقوم فيها وزارة الصحة؟ مخالفة، هذه المخالفة عرض نفسها طابق القانون على الفور، يكون هناك إجراءات عقابية للصيدلية. نعم، إيقاف عملها ولصاحبها أو إدارتها. نعم، أما سؤالك الأول إذا كانت حالة وفاة فهذه جريمة، يعني معناته طبعا بعد ثبوتها من الجهات العدلية ويعني العدلية الطبية الشرعية والقضائية. نعم، طبعا يتحمل اللي يقوم بمثل هذه الأفعال نتائج مثل هذه التصرفات وحسب قانون العقوبات الأرض.